السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد من قناة الرافدين، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، فنبدأ بعد الفاصل. البداية من تقرير موقع ريليف ويب الدولي بعنوان 10,000 النازحين في العراق يعيشون ظروفا سيئة. كشفت المنظمة الدولية للهجرة في تقرير لها أن هناك ما يزيد على 64,000 نازح في العراق يشكلون نسبة 7% من مجموع النازحين الكلي في البلد يعيشون في ظروف سيئة جدا، وذلك بعد مرور 7 سنوات على انتهاء الحرب مع داعش، مشيرة إلى أن أكثرهم يتمركزون في محافظات صلاح الدين والأنبار ونينوى وديالى. وتذكر المنظمة الدولية في تقريرها أنه مع انتهاء الحرب ضد داعش في العراق، فإن مشكلة النزوح المزمنة أصبحت ميزة لبيئة ما بعد الحرب في البلاد، مشيرة إلى أنه ما يزال هناك 1,140,000 يعيشون حالة نزوح بين ظروف معيشية شديدة القسوة ومتوسطة وقليلة الحدة، أغلبهم تقريبا نزحوا من مناطق سكناهم الأصلية ومضى عليهم في المخيمات أو مواقع النزوح أكثر من 5 سنوات. بدأت المنظمة الدولية للهجرة جولتها 7 للاطلاع على ظروف النازحين للفترة ما بين آيار إلى شهر آب من العام الحالي 2023، وذلك عبر 18 محافظة شملت 103 مناطق و2614 موقعاً في كل أنحاء العراق، وتقييم أوضاعهم فيما إذا رجعوا لمناطقهم الأصلية أو انتقلوا لموقع نزوح آخر. وأظهر تقييم المنظمة الدولية لظروف معيشة النازحين أنه من بين 2614 موقعاً عبر البلاد تم الاطلاع عليه في الجولة 7، فإن هناك 126 موقعاً يعيش فيه النازحون ظروفاً معيشية شديدة الحدة، مبينة بأن هذه المواقع تأوي 7% من المجموع الكلي للنازحين في البلاد، أو أن عددهم يبلغ 64,212 شخصاً. وبيّنت المنظمة في تقريرها بأن هناك 529 موقعاً آخر للنازحين تم تقييمه على أن ظروف العيش فيه متوسطة الحدة، حيث تأوي هذه المواقع نسبة 26% من مجموع النازحين الكلي، أو أن عددهم يبلغ 251,412 شخصاً، وأن هناك 1,959 موقعاً آخر كان ظروف العيش فيه واطئة الحدة ويشكلون ما نسبته 67% من مجموع النازحين الكلي، أو أن عددهم يبلغ 650,112 شخص. وإلى موقع صحيفة صوت العراق ومقال للكاتب عزيز حميد الخزرجي بعنوان الزيادة الأخيرة تحقير للمتقاعدين. إن الزيادة المطلوبة والتي يأملها المتقاعد الشريف الذي قدم ربيع شبابه وجهوده عبر عشرات السنين لخدمة الناس ودفع من راتبه للتقاعد هي باختصار يجب أن يتحقق التوازن بين دخله الشهري ومخارجه على الأقل، بحيث لا يقل عن 1,000,000 دينار شهرياً لكل موظف متقاعد، وهذا المطلب سيبقى سارياً ومستمراً والحقوق لا تسقط بالتقادم. ما كنا نتوقع تلك القباحة والإهانة ممن شارك وقرر زيادة 100,000 دينار فقط لحقوق المتقاعدين الذين يستلمون دون 1,000,000 دينار عراقي شهرياً، فالمتوقع كان أكثر من ذلك بكثير، لكن فقدان الفكر والوجدان والضمير عند المسؤول والحاكم والرئيس والخطيب نتيجة لقمة الحرام هي السبب في تقرير وتسديد تلك الإهانة والقباحة والظلم من المتحاصصين بحق المتقاعدين، وأكثرهم المسؤولون والرؤساء
بالمناسبة قد امتلأت بطونهم وجيوبهم بالمال الحرام مع عوائلهم وبلا تردد أو خوف من الله، وقد حصلت تلك الزيادة القليلة لإسكاتهم وإنهاء مظاهراتهم ومطالباتهم التي امتدت لسنوات وسنوات، وهم يكابدون أنواع البلايا ويواجهون المحن والمرض والعجز، وأعمار أكثرهم قد جاوز 70 وهم يطالبون بحقوقهم المشروعة، وجل راتبهم التقاعدي بعد عمر من خدماتهم للوطن والناس كان لا يكفي لشراء الأدوية والأطعمة، ناهيك عن ما إذا كان المتقاعد مستأجراً أو معوقاً يحتاج لخدمات إضافية من الحكومة لا تقل عن 500,000 دينار. وإلى صحيفة المدى ونقرأ فيها مقالاً بعنوان طوفان الأقصى والمشروع الوطني العراقي للكاتب فراس ناجي، يقول فيه: أثير الكثير من الجدل حول معركة طوفان الأقصى، فيشبهها البعض بهجمات 11 سبتمبر 2001، ويمجدها البعض الآخر كضربة بطولية لعنجهية إسرائيل لم تتلقى مثلها منذ حرب أكتوبر في عام 1973. يقول الكاتب: إنها من منظور آخر تمثل محطة فارقة في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، ما يمكنها أن تكون المدخل إلى تغيير الخطة الجيوستراتيجية للشرق الأوسط، وبالتالي ستكون ذات تأثير كبير على المشهد السياسي في العراق. إن هذه التداعيات الإقليمية المحتملة يمكن أن تمثل فرصة وتحدياً في نفس الوقت للعراق ولقواه الوطنية التي تسعى إلى بناء دولة السيادة والمواطنة والعدالة الاجتماعية. الفرصة هي في التحول الجيوستراتيجي الذي سيكون فيه المعسكر الأمريكي الإسرائيلي فاقداً للمبادرة وفي حالة انحسار للنفوذ في المنطقة، إذ يمكن اعتبار أن معظم المشاكل المستعصية في العراق والمنطقة هي نتاج سياسات أمريكا والغرب وإصرارهم على الهيمنة في الشرق الأوسط من خلال إذكاء التصادم بين دولها، بينما يتم دعم إسرائيل لتبقى اليد الطولى للدفاع عن مصالحهم فيها. أما التحدي فهو في كيفية استثمار هذه الفرصة التاريخية من قبل القوى الوطنية العراقية في بلورة مشروع سياسي وطني عابر للأيديولوجية ومتطور لمفاهيم الاستقلال والسيادة والبناء الاقتصادي، يمايز فيها بين تدخل القوى الخارجية التي تعمل لصالح المشروع الجيوستراتيجي المشرقي عن تلك التي تعرقله لمصلحة التحالف الأمريكي الإسرائيلي، وهذا أيضاً يتطلب موقفاً واضحاً صريحاً من أجل حماية الحقوق المدنية للعراقيين وللمعالجة الكفوءة لآفات الفساد والسلاح المنفلت والقمع بحجة لا صوت يعلو فوق صوت المعركة، وتخوين أي أصوات لا تتفق مع رؤيتها السياسية أو سياساتها المصلحية. إلى صحيفة الميثاق الوطني ومقال للكاتب صباح الناصري حول اشتراك أمريكا في الحرب المباشرة ضد غزة. يقول الكاتب: إن حقول النفط والغاز في الخليج العربي والعراق والحقول النفطية الإسرائيلية والغاز في البحر المتوسط تصنفها أمريكا بأنها المصلحة القومية لأمريكا لدعم أوروبا في التخلي عن الطاقة الروسية والاعتماد كليا على الطاقة من الشرق الأوسط، لذلك تتدخل أمريكا وأوروبا بشكل مباشر في حرب إسرائيل على غزة، وتجرم أي شكل من أشكال الاحتجاج والنقد والاعتراض على سياساتهم المنحازة لإسرائيل، لأنهم يدركون عواقب خروج الأمور عن سيطرتهم وكيف سيصب ضياع هيمنتهم على المنطقة في مصلحة روسيا والصين. إذن نحن بصدد حروب استنزاف نهاياتها مجهولة المعالم تماماً، كما شاهدنا مع ما تسمى الحرب على الإرهاب، حرب مفتوحة من أجل الحرب، أي ليس لأهداف استراتيجية إنما الاستراتيجية هي الحرب. الغرب يتوجس من يد بوتين الخفية في هذه الحرب،
حيث حسب تصورات الغرب أن بوتين لن يمرر محاولة الغرب لاستدراجه لحرب استنزاف في أوكرانيا من خلال توسع شبح الناتو على حدود روسيا، وأيضاً لتوظيف فاغنر للانقلاب عليه. إذن نحن بصدد الرجوع إلى مستقبل الماضي، منعطف تاريخي لسردية قرن سايكس بيكو. المنطقة ليست هي ذات المنطقة بعد 7 من تشرين 2023. قلنا سابقاً إن التهدئة والتطبيع ليست مؤشراً على الاستقرار بل على التصعيد، وإن السلم يكون حرباً بوسائل أخرى أحياناً. الغرب قد يدفع ثمن عنجهية قوته لتخبط سياساته العشوائية ولمراهنته على حليف إسرائيل لم يعد سوى ظل نفسه. ونقرأ مقالاً بصحيفة العربي الجديد للكاتب محمد حمشي بعنوان لا حاجة لقمة عربية بل لأوراق ضغط متاحة. يقول فيه: تتواصل المظاهرات والوقفات الشعبية عبر مدن وعواصم عربية عديدة تنديداً بالعدوان الإسرائيلي الغاشم والمستمر على قطاع غزة، ولا تخلو العديد من تلك المظاهرات من وجود رسائل متباينة إلى الأنظمة العربية الحاكمة، فلا يمكن للعين أن تخطئ مثلاً الشعارات المناهضة للتطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي في المغرب أو المطالبة بقطع العلاقات الدبلوماسية معها في الأردن أو الداعمة للموقف المصري الرسمي الرافض لتهجير فلسطيني قطاع غزة إلى صحراء سيناء. أبات لدى الشارع العربي ما يشبه اليقين بأن مخرجات القمم العربية باتت معروفة سلفاً، ثم إن انعقادها مثل عدمه، بل إن انعقادها وهي لا تعكس موقف الشعوب لا يفعل شيئاً غير مزيد من استفزاز الشارع العربي. يمكن للدول العربية المؤثرة إقليمياً فرض إدخال المساعدات، ولا يعقل انتظار موافقة دولة الاحتلال، كما لا يعقل الخضوع لشروطها، بما في ذلك تحديد كميتها ونوعيتها والمناطق التي تصل إليها، ولا تتحمل مصر وحدها المسؤولية عن ذلك. ومن البلادة انتظار تحرك الولايات المتحدة أو المنظمات الدولية لتيسير دخول المساعدات إلى مدنيين تحت حصار وحرب لم يسبق لها مثيل. على قادة الدول العربية أن يعملوا على تنسيق المواقف من أجل فرض إدخال المساعدات عاجلاً غير آجل، وبذل كل الأسباب الممكنة بما في ذلك الإبقاء على خيار إدخال القوافل مكللة ليس بأعلام الأمم المتحدة فحسب بل بأعلام الدول العربية. ومن المستبعد أن تجرؤ دولة الاحتلال ولا الولايات المتحدة من خلفها لأسباب عديدة لا مجال لحصرها هنا على استهداف هذه القوافل وإقحام نفسها في حرب إقليمية، وهي التي تخشى فقط من توسع رقعة الحرب على حدودها الشمالية مع حزب الله، وهو ليس دولة ولا جيشاً. يعتصر قلب المرء غيظ شديد في هذه الظروف العصيبة، وهو يستبعد لجوء دول عربية لاستعمال أوراق ضغط كثيرة وهي متاحة. والآن مشاهدينا إلى الرسوم الكاريكاتيرية. بلا جدران تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء، أخرجوا من ديارهم غائبون لا صوت لهم.
وبلدهم يطفو على بحر من النفط، تصارع أكفهم قسوة الحياة. هدموا كل ما هو جميل وأساءوا لحاضرة الدنيا حتى استغاث منهم تراب الرافدين. لكن أحفاد ثورة العشرين سيكسرون القيد ويبذلون المهجة ويعيدون الحياة. لن تكتم الأفواه ولن تحبس الألسن، فنحن صوتكم. قال فهمي فاضل وزير الاتصالات في ماليزيا إن الهيئة التنظيمية لشؤون الاتصالات ستصدر تحذيرا لشركتي تيك توك وميتا بسبب ما قيل عن حجب محتوى مساند للفلسطينيين على المنصتين. وقال الوزير الماليزي عبر منصة إكس المعروفة سابقا باسم تويتر: إذا تم تجاهل هذا الأمر لن أتردد في اتخاذ نهج وموقف صارمين للغاية. ودون أن يقدم تفاصيل، قال فهمي إن العديد من الأحزاب حثت الحكومة على اتخاذ إجراء صارم مع منصات للتواصل الاجتماعي بعدما تردد عن أنها تقيد المحتوى المؤيد للفلسطينيين. ولم يرد ممثلون لتيك توك وميتا بعد على طلبات للحصول على تعقيب. وقال فهمي إن الماليزيين لديهم الحق في حرية التعبير بشأن القضية الفلسطينية، مضيفا أن هذا الحق لن ينتزع منهم. والآن مشاهدينا نتابع معكم فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. The international laws protecting journalists in conflict areas. Journalists are citizens, and the international law says that military forces should avoid doing anything that causes needless harm to civilian life. So in terms of how armies, how soldiers, sailors, air force staff should treat journalists, they should treat them as they would every other civilian and do everything in their power to preserve their life. So armies, soldiers should not be shooting journalists, or at least they should be doing everything in their power to try and ensure that journalists aren't negatively impacted by conflict. I have spoken with people from the Palestinian Journalist Syndicate who believe that the Israeli forces are deliberately targeting journalists. That's what people believe on the ground. It hasn't been possible to verify that independently, but that is certainly a widely held belief among those journalists who are in Gaza at the moment. They also believe that their families are being targeted. إلى هنا نصل لختام حلقة اليوم من صدى الأقلام. في صدى أقلام ناجرين، نلتقي بحول الله وقوته. دمتم بخير مشاهدينا، إلى اللقاء.